بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حر رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه العمية، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حاله الطقس واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها خلال اليوم. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، لكن يمكن فتره النهار نحس ان في ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه، كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي هيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، ويساعد بشكل كبير على احساسنا بزياده نسب الرطوبه خاصه فترات الظهيره. عشان كده فتره الظهيره هنحس ان الاجواء حاره رطبه على السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل هيحصل تحسن كبير في درجات الحرارة، ويحصل كمان انخفاض في درجات الحرارة نحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواء صيفية معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن مع فترات المساء وساعات المغرب ودخولنا في فترات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده هيقلل إحساس نسب الرطوبة الموجودة في الجو، ويساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء. طيب الرياح دي مثيرة للرمال والأتربة؟ في المحافظات الشمالية غير مثيرة لأي رمال وأتربة، يعني في كل قطاعات الجمهورية ما فيش أي أتربة ورمال مثارة غير في المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة الوادي الجديد. بالفعل في سرعات رياح عالية، الرياح دي الشمالية على الصحراء بتمشي على الصحراء مسافة كبيرة، فهتؤدي لإثارة الرمال والأتربة، ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، لكن فقط في محافظة الوادي الجديد. كمان الأمطار مكملة معانا اليوم، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب شلاتين، لكن في مجملها غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة. يعني ممكن لاحظها كمان في أماكن، والأماكن الأخرى لا ما نقلقش منها تماما. اللي نكمل معنا كمان اضطراب الملاحة البحرية، يمكن اليوم هيبقى على البحر الأحمر وخليج السويس. البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. احنا بقالنا كذا يوم البحر الأحمر فيه اضطراب في حركة الملاحة البحرية والأمواج عالية شوية. بالفعل من احنا بقالنا حوالي من 48 ساعه ماضيه، وهيكمل معانا اليوم كمان، وخاصه في خليج السويس. النهارده كمان البحر الاحمر بينضم ليهم، بس سرعات رياح توصل ل 70 كيلومتر على الساعه، وارتفاع الامواج بيوصل ل 3.5 متر، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. لكن البحر المتوسط ما زال معتدل، ما فيش اي تاثير لنشاط رياح او ارتفاع امواج، ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هيبقى كمان التحذير من الشبوره المائيه، لان احنا بنقول بتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فده بيساعد بشكل كبير على وجود الشبوره المائيه خاصه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن ان شاء الله سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. ومع الساعه 7 8 صباحا الشبورة المائية هتختفي، والرؤية الأفقية على الطرق هتتحسن بشكل كبير، بس لازم ناخد بالنا احنا خلال الأيام دي يمكن تحديدا يعني النهاردة وبكرة هنحس ان في ارتفاع في درجات الحرارة في فترة الظهيرة تحديدا، فلازم ناخد بالنا ونتجنب أشعة الشمس المباشرة بقدر الإمكان. لو أنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، والقيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية. طيب الظواهر الجوية المختلفة اللي احنا بنتعرض ليها بأشكالها المختلفة، هل مكملة معانا لآخر الأسبوع ولا خلاص ممكن تختفي خلال يومين ثلاثة؟ يعني احنا يمكن اضطراب الملاحه البحريه هيبدا تدريجي ان شاء الله خاصه على البحر الاحمر وخليج السويس، تدريجيا ممكن يبدا يهدا او تنخفض الامواج تدريجي ان شاء الله، فيمكن على منتصف الاسبوع نحس ان يعني حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر عادت لطبيعتها باذن الله. لكن فرص الامطار مكمله معانا، لكن هي امطار خفيفه مش هتاثر، والشبوره المائيه ايضا مكمله معانا، فعلى الاقل لمنتصف الاسبوع ان شاء الله نكمل معانا الظواهر الجويه المختلفه دي. والرطوبه طبعا الرطوبه مكمله معانا نهايه الاسبوع، ويمكن كمان مكمله معانا لبدايات شهر 9،
لكن زي ما قلنا في الاول اللي بيخلينا ما نحسش بالرطوبه فترة الصباح أو فترات الليل هو وجود نشاط رياح بيقلل إحساس لسه بالرطوبة، لكن إحنا لسه بنحس بيها خصوصا فترات الظهيرة، لأن فترة الظهيرة بيبقى فيه هدوء في سرعات رياح، فبالتالي بحس نسب الرطوبة الموجودة في الجو إن شاء الله بإذن الله تدريجيا مع بداية التسعة هيبدأ تدريجي مش بشكل كبير تدريجي نسب الرطوبة إحساسي بها يقل، لأن قيم درجات الحرارة كمان هتبدأ تنخفض إن شاء الله في شهر التسعة. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 34 والصورة 25، العاصمة الإدارية 35-25، اسكندرية 32-24، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 31-22، دمياط 32-25، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-24، السويس العظمى فيها 35 والصورة 23، العريش 32-23، كاترين 35-17، وطابة 36-25، حلايب 36-29، شلاتين 41-31، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 38-29، الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 23، بني سويف 38-23، الوادي الجديد 45-27، أسيوط 39-24، سوهاج 41-25، قنا 45-27، الأقصر 45-27. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لمنى وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. بنشكرك يا لمنى.